احسن الله اليكم وبارك فيكم. رساله وصلت من السائل ابو سليمان يقول الشيخ صالح بعض كبار السن عندنا لا يسمعون صوت الامام واضحا لثقل في سمعهم فنجد الواحد منهم يقوم من الركوع او من السجود بناء على ظنه فهل تصح صلاته؟ اذا لم يتعمد مسابقه الامام وصلاته صحيحة ولكن عليه أن يقرب من الإمام مهما أمكن أو يجعل آلة يسمع بها صوت الإمام يحرص على ذلك وإذا حصل منه شيء لم يتعمده مسابقة لم يتعمدها فصلاته صحيحة وإن تنبه فإنه يعود ويكون بعد الإمام في الركوع والسجود و اعمال الصلاه نعم